وطبعا العقوبه اللي صدرت من لجنه الانضباط ورد فعل النادي الاهلي باحاله الملف للجنه القانونيه وفي اجتماع بكره طارئ داخل مجلس اداره النادي الاهلي. اولا انا يعني وزير الشباب والرياضه يعلن عزنا مرتضى منصور رسميا وتصريح صادم من المستشار شاهد ماذا قال مرتضى منصور على عزده من رئاسه نادي الزمالك رسميا في اول تعليق السلام عليكم لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس مساكم الله بالخير عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناه كرة شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على 100 ايفون برو ماكس. بالفيديو اول تعليق من امير مرتضى منصور على تصريح سيد عبد الحفيظ بعد عزل مرتضى منصور. اصدرت وزاره الرياضه المصريه قرارا مساء الخميس باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا. فيما قال المتحدث الرسمي باسم الوزاره لموقع سكاي نيوز عربيه ان كل من يمتنع او يعرقل تنفيذ حكم القضاء الاداري بعزل مرتضى منصور يعرض نفسه للحبس واصدرت وزاره الشباب والرياضه القرار التنفيذي رقم 500 لسنه 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعوة أرقام 70451 70456 70458 لسنة 76 ستة 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 قاف باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذ القرار وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنة 2023 بمضمون الحكم القضائي وقامت بإخطار نادي الزمالك للعب رياضية لتنفيذه وكلفت مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين قائم بعمل رئيس مجلس الإدارة وذلك لحين عقد أقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2021-2025 وتم توجيه جميع جهات مديرية الرياضة بالجيزة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات الحبس لمن يعرقل التنفيذ وزير الشباب والرياضة يلون عزل مرتضى منصور رسميا وتصريح صادم من المستشار قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ازاله اسم اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه من على جميع صلاة الكاراتيه والجودو داخل نادي الزمالك، وجاء قرار مرتضى منصور على خلفيه الازمه الاخيره بين الزمالك ووزير الرياضه، واقدام اشرف صبحي على تنفيذ قرار المحكمه بعزل رئيس نادي الزمالك بعد الدعوه التي كان قد رفعها لشكري وعبد الله جورج في الفتره الماضيه. ويستعد نادي الزمالك لمواجهه نظير سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء المقبل للقاء مؤجل من الجوله التاسعه عشر لمسابقه دوري المصري الممتاز. وتنطلق مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء بتوقيت القاهره على استاد القاهره، وتذاع مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قناه اون تايم سبورتسوان الناقل الحصري لمسابقه دوري المصري الممتاز. الزمالك تواجه مع سيراميك كليوباترا رسميا في خمسه مواجهات منذ صعود الاخير الى الدور المصري الممتاز حيث كانت اولى المواجهات في موسم 2020 2021 بالفيديو المستشار مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب واتهامه بالفساد بسبب عزله من رئاسه الزمالك اصدرت وزاره الشباب والرياضه قرارا مساء الخميس باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا فيما قال المتحدث الرسمي باسم الوزاره إن كل من يمتنع ويعرقل تنفيذ حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور يعرض نفسه للحبسة وبحسب القرار التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية في الدعاوى أرقام 70451، 70452، 70456، 70458 لسنة 76 أنقاذ، فإن منصب رئيس نادي الزمالك بات شاغراً. وكلفت الوزاره مديريه الشباب والرياضه بالجيزه بتنفيذ القرار، واصدرت مديريه الشباب والرياضه بالجيزه قرارها التنفيذي رقم 233 لسنه 2023 بمضمون الحكم القضائي، واخترت نادي الزمالك للعب الرياضيه بتنفيذه، وكلفت مجلس اداره نادي الزمالك بتعيين قائم بعمل رئيس مجلس الاداره لحين عقد اقرب جمعيه عموميه بها بند انتخاب لاستكمال مده مجلس الاداره في دورته الحاليه 2021/2025. وتم توجيه جميع جهات مديريه الرياضه بالجيزه لمتابعه تنفيذ احكام هذه القرارات، بدور قال المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه محمد شاذلي لموقع سكاي نيوز عربيه ان المساله هذه المره مختلفه ولا يمكن لمجلس اداره نادي الزمالك ان يتحايل عليها، لان هناك حكما قضائيا صريحا بعزل مرتضى منصور. امير مرتضى منصور يهاجم اداره النادي الاهلي بعد عزل والده من منصبه رسميا. أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وقدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد الماضي بزوال صفات مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة للنادي شاغرًا، مع لزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية، ونشرت الوزارة بيانًا رسميًا قالت فيه: أصدرت الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر محكمة القضاء الإدارية باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه. <applause> الزمالك يعلن عن تصريح يهز مصر والأهلي بعد قرار الانسحاب من كأس السوبر المصرية تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن عدة ملفات داخل أروقة الجبلاية مشيرا إلى أن ما تردد عن إخفاء خطاب كاف الموسم الماضي وأزمة قيد لاعبي الزمالك. وقال العطار في تصريحات عبر برنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة خلافي مع أحمد مجاهد بسبب أنه كان يتابع ويتدخل في كل شيء لم أكن سعيدا ولم أكن منزعجا من فترته وتابع أنا طبيعة عمل تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعمر الجنين كان مختلفا عمل بطريقة احترافية مثل الشركات العالمية وأضاف هاني أبو ريدة دوره حقيقي في مساعدة مصر والأندية في البطولات الدولية والإفريقية ولا يتحدث عن ذلك لكن الجميع في المجال الرياضي يعلم دوره جيدا وعن ما تردد في الموسم الماضي بأنه أخفى خطاب الاتحاد الافريقية بشأن الأندية الرغبة في استضافة نهائي دوري الأبطال وانزعاج إدارة الأهلي قال علاقتي جيدة بمجلس إدارة القلعة الحمراء ولا يوجد خلافات معهم وما أقدرش أزاع الجمهور الأهلي وعلاقتي جيدة بالثنائي خالد مرتجى والعامري فاروق وتعاملنا كثيرا في الحديث عن اللوائح سيد عبد الحفيظ الاهلي يدرس الانسحاب من كأس الصور المصري بسبب كهرباء. بدأ النادي الاهلي منذ قليل اجتماعه الطارئ لبحث ازمه محمود عبد المنعم كهرباء مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي في اعقاب قرار لجنه الانضباط في اتحاد الكره بايقافه. محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مجلس الاداره لاجتماع عجل اليوم من اجل بحث الرد بالقانون على قرار لجنه الانضباط بايقاف كهرباء. الاهلي صباح اليوم الاربعاء 19 من ابريل. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات ما هو سبب عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي